شاهدينا كالعادة بنبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها حضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لفعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي بيعتبر جزء من منظومة شبكات الحماية الاجتماعية باعتبار أنه مؤسسات المجتمع المدني عندها كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تقدر أنها تقدم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، أيضا عندها القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة. خلال فعاليات المؤتمر كرم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من الشخصيات المؤثرة في العمل الأهلي والتنموي. كمان خلال المؤتمر امبارح وجه سيادة الرئيس الشكر للجمعيات الأهلية، وقال إن مؤسسات المجتمع المدني قامت بجهد واضح خلال عام 2022، وكان في تنسيق بين كيانات التحالف الوطني في الخدمات اللي تقدمت على المستوى الاقتصادي والصحي والمستوى الاجتماعي. أنا لازم أشكركم ولازم أحييكم، ربنا يا رب يوفقكم، وأنا سعيد. وحتى يعني طبعا أنتوا نماذج من عدد كبير جدا من المصريات والمصريين اللي شغالين في الإطار اللي هم المستفيدين من في مبادرة التمكين الاقتصادي اللي بيتكلموا عنها. لكن أنا بشكركم عشان النجاح اللي أنتوا حققتوه، وأنتوا بقيتوا مثل ونموذج للناس اللي زيكم وبيشتغلوا وبيشوفوا قد إيه الأمل ممكن يتحقق ويبقى حاجة تفرحنا كلنا وتسعدنا. فأنا بوجه لكم الشكر كلكم، وأتمنى لكم التوفيق، وأتمنى للجميع التوفيق. ومش عايز أنسى إن أنا أوجه التحية والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، أنا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين، وده دور إحنا محتاجينه. إحنا محتاجين هذا الدور. النهاردة لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم بيه بنفس الكفاءة. وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة دكتور مصطفى، بالعكس، واحنا بنعترف بكده ومحتاجينه. احنا بنتكلم في اكتر من 50,000 جمعيه موجوده في مصر، لكن انا بتكلم تحديدا النهارده على كيانات التحالف، وبقول مزيد من الكيانات الاخرى تنضم، لان الدور المجمع المحشود او المعبأ واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقه اللي اتعرضت، سواء على المستوى الاقتصادي او على المستوى الصحي او على المستويات الاخرى بتاعه الاجتماعيه اللي بتتم. لا طبعا الجهد المتنسق ده او اللي التحالف بيقوم بيه واضح جدا جدا خلال السنه دي. وبالمناسبه لازم كمان نشكر كل المساهمين طبعا. كل المساهمين من فضلكم سواء كانوا من مصر او من خارج مصر، نوجه لهم التحيه ونشكرهم على دعمهم، لان الكلام ده بيتم الكلام ده بيتم من خلال دعم كل إنسان عنده الثقة وجواه الخير، اللي عايز القدرة اللي عنده والمساعدة اللي عنده تصل إلى الناس. فإحنا وبالأرقام اللي اتقالت سواء 10 مليار أو كده، دي عبارة عن أموال متبرعين، مش كده ولا أنا؟ مظبوط يا فندم. فبشكركم وربنا سبحانه وتعالى يعني وجه لكم الخير على اللي انتم بتقدموه، ومحتاجين زياده. كمان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا التحالف الوطني الى مضاعفه الجهود خلال 2023، وقال سيادته كنا بنقول عام 2022 انه عام المجتمع المدني، بس بصراحه ظروف 2023 محتاجه مننا ان احنا نبذل جهد اكتر، لان الازمه اللي بنتكلم عليها ازمه كبيره ولها تداعيات على العالم كله. قلنا 2022 هو عام المجتمع المدني، بس بصراحة ظروف 23 يا جماعة، وأنا بكلم نفسي وبكلم الحكومة وبكلم كل المؤسسات، يمكن تكون محتاجة مننا إن إحنا نبذل جهد أكتر من 2022، لأن زي ما أنتم شايفين الأزمة اللي إحنا بنتكلم عليها أزمة كبيرة قوي وليها تداعيات على العالم كله، وأنا اتكلمت في الموضوع ده، لكن مش يعني هتكلم فيه تاني، إن الأزمة دي أزمة كبيرة وليها تأثير كبير. وبالتالي إذا كانت منظمات المجتمع المدني محتاجة تشتغل أو الكيان بتاع التحالف يشتغل بهمة وبضغط كبير خلال 22، أنا متصور
انه محتاج يتضاعف هذا الجهد خلال 23. ايضا نوجه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بزياده الاهتمام بالمزارعين، وقال سياده الرئيس كل المبادرات اللي بنتكلم فيها كله محل تقدير ودعم مننا، لكن الزراعه بالتحديد لها اهميه خاصه. بالكلام اللي انتوا بتقولوه اللي احنا لما يتقال النهارده ان كان الاردب الفدان بيجيب 12 و14 وبعدين بنقول 18 و20 و22 ده مع 150 الف فدان زي ما حضرتك قلتي، ده حاجه معتبره جدا وقيمه كبيره قوي. مش قيمه يعني، قد يكون اللي بيزرع انا اسف اخونا الفلاح فدان او فدان ونص، لكن في المجموع الكبير اللي ممكن يكون اكتر من كده. صحيح، اللي ممكن يكون اكتر من كده لو انتم، لان احنا النهارده واحنا بنتكلم قلنا دايما احنا هنبقى مع بعض دايما، انتوا بقيتوا التحالف كتله واحده، لكن كمان التحالف احنا مستعدين اكتر من التعاون دكتور مصطفى مع الزراعه اكتر. طب ليه؟ انتوا اتكلمتوا من هنا ومن اسوان، وانا هكلمكم على تجربه اخرى. انتوا قلتوا احنا بنوفر من نتيجه اللي بنعمله ان احنا بنوفر في الميه ونخلي الانتاج يبقى كويس والهدر ما يتقل وكده، وحتى السلاسل تقل. النهارده لما النهارده تاخد حاجتك او تاخدي حاجتك تديها للجمعيه على طول بتمن مفيش يعني وسايط كتير، ده للمزارع اللي هو بيزرع فدان وفدان نص هو محتاج انه كل قرش يعني. لكن هقول لكم على حاجه في موضوع هدر الميه بالذات اللي اتكلمتوا عليه، وانا بقول كده للتحالف ليه وبتكلم على الزراعه تحديدا، كل المبادرات اللي بتتكلموا فيها الصحيه وكله زي الفل وكله محل تقدير ودعم مننا، لكن انا بتكلم على الزراعه تحديدا. احنا بنزرع في اسوان وسوهاج وفي الصعيد جزء من حوالي 300-350 الف فدان من القصب طب انا هقول لك، وده النهارده انت استهدفتي صغار المزارعين، لكن انا بستهدف قدرتكم في الوصول الى المزارعين كلهم. كمان امبارح كان في مجموعه من الاخبار المهمه، منها توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والصومال لزياده التعاون في شتى المجالات. ايضا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وافق على تمديد عرض القطع الاثريه بمتحف اثراء بالسعوديه مدة عام، والقوات المسلحة وزعت 3 مليون عبوة غذائية نص الثمن تنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس. خلينا نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال شهدوا مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال خلال الفترة من 2023 ولحد 2026. كمان شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة المصرية ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة بحكومة الصومال، وده بهدف تعزيز التعاون الثقافي المشترك بين البلدين. امبارح نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتمديد عرض القطع الأثرية بمعرض شطر المسجد بمتحف إثراء بالسعودية لمدة عام إضافي، ليكون تاريخ انتهاء المعرض 30 نوفمبر 2023 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تكليفها إلى هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة لإعداد وتجهيز وتعبئة 3 مليون عبوة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف الثمن للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية. امبارح نشرت أجهزة وزارة الداخلية كافة التجهيزات اللوجستية اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، وأبرزها سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات اللي تعطلت سيارتهم على الطرق.
في جولة المحافظات في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي منها توفير قروض لمشروعات الشباب بقيمة 114 مليون جنيه في الشرقية. أيضا طلاب جامعة المنيا نجحوا في محو أمية 6587 مواطن خلال 3 شهور فقط، بالإضافة إلى إنشاء مضمار جديد للهجن في مدينة الخارجة بالوادي الجديد طبقا للمواصفات الفنية والدولية. وأخبار أخرى هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي أعلن فيها المحافظ الدكتور ممدوح وراب إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قدم قروض للشباب بقيمة 114 مليون و15 ألف جنيه، وده في الفترة من 1 سبتمبر 2022 لحد نهاية نوفمبر 2022. والقروض دي ساعدت في تمويل 3829 مشروع وتوفير 6477 فرصة عمل حقيقية للشباب. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين للوظائف الإدارية واللي أجريت في 24 و25 ديسمبر اللي فات. في بني سويف أكد المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة أنه بلغ إجمالي كروت الفلاح اللي تم توزيعها حتى الآن 93732 كارت، وقال أن منظومة كارت الفلاح بتستهدف توفير قاعدة بيانات قومية مدققة بكافة حيازات الأراضي الزراعية لبناء منظومة حديثة ومتطورة للزراعة. في الأليوبية عقد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان اجتماع موسع لمناقشة البدء في أعمال رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة. في المنوفية نظمت مديرية الثقافة عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز وقرى المحافظة بهدف تعزيز التراث الثقافي والارتقاء بالذوق العام ورفع الوعي لدى المواطنين. وخلال الفترة من 1 ل 4 يناير تم إقامة 66 نشاط ثقافي وفني ب 26 موقع ثقافي. في الغربية بدأت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة في تنفيذ فعاليات مبادرة إيد بإيد اللي بيقوم بيها فرق أندية التطوع بمراكز الشباب. المبادرة بتستهدف رفع الوعي المجتمعي وتشجيع ثقافة العمل التطوعي بين الشباب. في جامعة المنيا أعلن دكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس الجامعة نتائج دورة أكتوبر 2022، واللي تمكن خلالها طلاب الجامعة من محو أمية 6587 مواطن داخل محيط محافظة المنيا. في الوادي الجديد وجه المحافظ اللواء محمد الزملوط بإنشاء مضمار جديد للهجن بمدخل مدينة الخارجة الشمالي بيطابق المواصفات الفنية والاشتراطات القياسية الدولية بطول 5 كيلومتر، بالإضافة لقاعات استقبال ومنصات مشاهدة، وده استثماراً لمقاومات المحافظة الطبيعية في الأنشطة الرياضية اللي بتتماشى معها. في الأقصر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انطلاق فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل تحت عنوان صحتك ثروتك انزل واتطمن، وده بمحافظة الأقصر أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في إقليم جنوب الصعيد. وفعاليات الحملة مستمرة لحد نهاية يناير الجاري.